بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي النعم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشك والتهم، واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم، صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته وامته افضل الامم. اذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائده فضلا وليس امرا، اسالك الدعاء والاشتراك في القناه ولايك وكومنت وشير ليصل كل فائده مجربه. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. فإلى فائدة اليوم توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، عنوان فائدتنا النهاردة إن شاء الله كالآتي: آية مباركة آية مباركة بقضاء الحوائج وتحقيق الأمنيات. اقرأها واحد 20 مرة ولاحظ الفرق. ده عنوان فائدتنا بإذن الله النهاردة، مستعينين بالله سبحانه وتعالى وباسم عظيم من أسماء الحسنى الجليلة المباركة وبآية واحدة فقط كريمة من كتاب الله القرآن الكريم. توكلنا على الله ونشوف خطوات العمل ايه. واحد، الخطوة الأولى إخراج صدقة بنية قضاء الحاجة. الخطوة الثانية صلاة ركعتين لله بنية قضاء الحاجة. الخطوة الثالثة الاستغفار. الاستغفار بأي صيغة، ملوش استغفار محدد، بأي صيغة. كم مرة يا أبو محمد؟ 7 مرات. الخطوة الرابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، برضو بأي صيغة. كم مرة يا أبو محمد؟ 7 مرات برضو. الخطوة الخامسة جينا لذكر اسم الله الجليل العظيم، ذكر اسم الله يا مجيب بياء النداء، ما تقولش مجيب، قول يا مجيب يا النداء. كم مرة يا محمد؟ طيب لازم نفهم الأول، مجيب يعني ميم يعني جيم يعني يه يعني به. عدد الميم 40، الجيم عدده 3، الياء عدده 10، الباء عدده 2، يبقى هنا على طول أنا عايز كام؟ عايز 55، 55 مرة الاسم بقوة العدد بتاعه. طيب الخطوة الستة جينا للآية الكريمة العظيمة اللي عليها المدار، اللي هي وعدكم الله
مغانم كثيرة تأخذونها إلى آخر الآية الكريمة، اللي هي آية رقم 20 سورة الفتح. كم مرة يا أبو محمد؟ 21 مرة. الخطوة السابعة الدعاء بتاعها، اللهم إنك المجيب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تسمع دعائي وتستجيب لي حاجتي هنا، تسمي حاجتك يا مجيب، تكمل الدعاء يا مجيب الدعوات واقضي لي حاجتي التي أرجوها منك، اللهم بحق هذه الآية الكريمة اجعل حاجتي تأتيني بسرعة وسهولة وأكف يد الناس عني على طريق الصواب يا رب العالمين، دي فائدة جليلة الشأن عظيمة القدر مجربة مرارا وتكرارا لقضاء الحوائج وتحقيق الأمنيات بإذن الله رب العالمين. الفايدة دي بإذن الله ميعادها وقت السحر، وقت السحر أنسب ميعاد ليها وقت السحر. وقت السحر كلنا كل الناس عارفاها، بس احنا بنقول للي مش عارفها، اللي هي الساعة اللي قبل الفجر. دي أقوى رصد لوقتها، أما كلام الله يتلى في أي وقت، ولكن إحنا بنتكلم في خاصية معينة بهدف معين. أقوى رصد ليها وقت السحر، الساعة اللي قبل الفجر. طيب أعملها قد إيه؟ أعملها من 3 أيام لسبعة أيام متصلة متصلة، يعني ما عملش يوم وراح مبطل يوم ولا يعمل يوم. من 3 أيام قضت حاجتك من أول يوم، خير ما قضتش حاجتك من أول يوم. طيب خلي امشي لـ3 أيام قضت، خير ما قضتش كمل للسبعة، وبإذن الله رب العالمين فيها خير كثير. وأنبه لا تعمل بأسماء الله
الحسنى أو بالقرآن الكريم من باب التجريب. اوعى اعمل بيهم من باب اليقين والثقة بالله ان حاجتك هتقضى. تاني، وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة. التواصل معي على الواتس فقط، الخط اللي معاكم ده ما بيدعمش الاتصال، واتس فقط، من 10 صباحا إلى 8 مساء يوميا ما عدا الجمعة. وفي أمن الله ورعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.